حديقة واحدة لمدينة يقطنها مئات الآلاف من السكان، حيث تشهد جاردن سيتي وسط مدينة تعز إقبالا كبيرا من المواطنين الذين يتدافعون إليها للاحتفال بمناسبة عيد الفطر، الفرحة المنقوصة أصلا بسبب حرب ميليشيا الحوثي وحصارها المستمر. المواطنين مضطرين أنهم حضروا إلى حديقة جاردن سيتي، على الدنيا زحمة والحمد لله، والناس اضطروا أنهم يخرجوا لا يتمشوا مع عائلتهم مع كلهم، لأن هي الوحيدة الآن في تعز الذي موجودة، الحديقة الوحيدة. في حدائق كمان في تعز بس ما نقدر نوصل لها، بس الحمد لله على كل حال، والله روعة العيد وبهجته والناس توافدوا بكثرة لهنا للحديقة، بس والله أشوفه أحلى عيد رغم الظروف والحصار. ثلاثة من أربع حدائق ومتنزهات في المحافظة تقع في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الانقلابية، وتستخدم بعضها تقنيات عسكرية، فيما تعرضت بعض الأجزاء الأخرى للخراب والدمار بسبب الحرب. عملنا على استقبال هذا الزخم الكبير من أبناء المحافظة، لأنهم عانون بعد 5 سنوات من الحصار، لم يجدون متنزه غير هذه الحديقة للتوجه إليها في كل عيد وكل مناسبة. آلاف السكان يعيشون في مساحات ضيقة ويبحثون عن المتنفسات المعدومة لقضاء إجازتهم العيدية، لكنها تبدو صعبة بالنسبة إليهم خصوصا الأطفال. للعام الخامس على التوالي، وفرحة الأهالي هنا تبدو غائبة مع انعدام المتنزهات التي باتت تشكل عائقا أمام قضاء إجازات العيد، وسط آمال كبيرة على أن تأتي المناسبات القادمة وقد تحررت المدينة وعادت الحياة إلى طبيعتها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.